ازاي حد ممكن يحتل الصين فيها اكبر عدد سكان في العالم؟ مساحتها كبيرة وعندها قدرات في الحرب عالية قوي. الانجليز بقى كان عندهم الحل ساعتها. اهلا بيكم في رحله جديده من رحلات الرحاله، والنهارده هنكلمكم عن حرب الافيون. حرب الافيون بين الصين وبريطانيا حين اذل الكيف شعبا كاملا. الحكايه كلها بدات في اواخر عهد الامبراطور تشين لونج. بعتت انجلترا بعثه للصين وطلبت منها ان يكون في معاهده تجاريه بين البلدين، وان يكون للانجليز سفير ليها في الصين. ساعتها الامبراطور الصيني رفض رفض تام، وبعت لملك انجلترا جورج الثالث وقال له ان الصين عندها كل حاجه ومش محتاجه انها تستورد حاجه من بره، وان مش من عادات وتقاليد الصين ان يبقى موجود ممثل لدوله ثانيه في بلاط الامبراطور. طبعا الرفض ساعتها كان واضح بكل احترام ومحبه، الراجل عدال عيب ومش عايز مشاكل ما بين انجلترا وما بين بلده، بس انجلترا ما سكتتش طبعا، عشان الصين كانت سوق كبير بالنسبه لهم. فكروا في حل ساعتها وهي شركه الهند الشرقيه بتاعت بريطانيا، لان كانت هي الوحيده اللي مسموح ليها للتجاره مع الصين. واتفقوا معاها انها تزرع مساحة كبيرة من ارضها من الافيون ويبعتوه على طول للصين باسعار رخيصة متناول كل الناس. وطبعا بمجرد ما عدى 10 سنين على الكلام ده بقى 90% من سكان الصين مدمنين افيون، لدرجة ان الافيون بقى واخد نص ايرادات الصين. وطبعا المستفيد من كل ده بريطانيا، وقدرت تحقق ساعتها ارباح فاحشة. وساعتها امبراطور الصين اكبر شعب الصين على عدم تعاطي الافيون او التجارة فيه. بس طبعا شركة الهند الشرقية مش هتوافق على الكلام ده، ده بالنسبة لهم كان لهم تعيش حلوة. وفضلت ساعتها شركة الهند الشرقية تهرب الافيون للصين عن طريق السر. ومن الوقت ده بدأت الحرب، والامبراطور بدأ يحط حد للتجارة دي. في الوقت ده بدأ القبض على كل التجار اللي بيهربوا الافيون هم والصينيين اللي شغالين معاهم. وتذكر ان قيمة الافيون المتهرب سنة 1831 بحوالي 11 مليون دولار لقيمة 300 رطل من الافيون. وطبعا كانت قيمة التجارة للسلع المشروعة 7 مليون دولار فقط. وفي الوقت ده حرقوا آلاف الأطنان من الأفيون في حفلة عامة في سوق كانتون، والكلام ده كان في 3 يونيو سنة 1839. والإمبراطور في الوقت ده بعت رسالة لملكة إنجلترا الملكة فيكتوريا بيرجوها إن هم يوقفوا تجارة الأفيون في الصين، وإنه عارف إن التجارة دي محرمة عندهم في إنجلترا. ومن هنا بدأت حرب الأفيون. بريطانيا ساعتها أمرت الأسطول بتاعها بإن هو يتحرك ناحية السواحل الصينية. ومش بس كده، الجيش الإنجليزي إدى رشوة للقوات بتوع الجيش الصيني عشان يسهل عليهم الأمور شوية، وكمان أغلب القوات بتوع الجيش الصيني كانوا مدمنين للأفيون. كده بريطانيا تكون قدرت إنها تخش الصين. وفي سنة 1842 وصلت لباب قصر الإمبراطور، واضطر ساعتها الإمبراطور الصيني إن هو يمضي على اتفاقية نانكينج. والاتفاقية دي كانت بتنص على فرض غرامة على الصين قدرها 21 مليون دولار على الأفيون اللي حرقوه في الحفلة اللي عملوها في سوق كانتون، وتنازل الصين كمان عن جزيرة هونج كونج لبريطانيا، وفتح 5 مواني جديدة للتجارة البريطانية جوه الصين. ومفيش حد من الرعاة بتوع بريطانيا يخضع للقانون الصيني، وكمان قلت نسبة الرسوم الجمركية 5%. طبعا كل ده خلى بريطانيا مشعشعة اقتصاديا، وده اللي خلى فرنسا وأمريكا ما يسكتوش والغيرة تخش جواهم. وفعلا ما هديوش غير لما أخدوا نفس الامتيازات اللي إنجلترا أخدتها سنة 1855، ودخلوا ساعتها سوق الصين اللي كان مليان بتجارة المخدرات. وظهرت ساعتها تجارة تانية كانوا مسمينها بتجارة الخنازير، بس دي ما كانتش للخنازير، دي كانت للشعب الصيني اللي بياخدوهم عبيد في أوروبا وأمريكا. الصين ساعتها شافت إن الموضوع زاد عن حده ورفضت تعديل الاتفاقية، ده كفاية كل اللي أخدوه يعني. وفي الوقت ده اتهمت بريطانيا الصين سنة 1856 إنهم اعتدوا على جندي إنجليزي، وطلبت اعتذار رسمي من الإمبراطور، بس إمبراطور الصين في الوقت ده رفض. وقامت في الوقت ده الحرب الثانية، أو زي ما بيقولوا حرب الأفيون الثانية، ودي كانت بين فرنسا وبريطانيا ضد الصين، وانتهت باقتحام قصر الإمبراطور، وأجبرت الصين على توقيع اتفاقية ثانية كانت تحت اسم تيان تيسن، ده غير الاتفاقية الأولى اللي كانت باسم نانكينج. والاتفاقية الجديدة دي نصت على شروط جديدة، إن تجارة الأفيون تبقى تجارة مشروعة جوه الصين، وضمان سلامة التجار الأوروبيين في الصين وحمايتهم، وفتحوا صغور جديدة للتجارة، فرضوا غرامة ثانية على الصين، وخفضوا الضريبة الجمركية 2.5%. ادوا الحق استعمال العمالة الصينية بره الصين. وبعد ما الحال مشي على كده شوية، روسيا في الوقت ده قررت انها تخش معاهم في الوليمة، وبريطانيا ما منعتش خالص، بل بالعكس حلفت معاها. الشعب الصيني في الوقت ده
ثابت عليه نفسه، والبلد بتاعته عماله تتقسم على البلاد الاجنبيه. وساعتها وافق الامبراطور الصيني بان البلد تتقسم على الدول الاربعه، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحده وروسيا، وكمان سمحت للشعب الصيني انه يتباع كعبيد تحت مسمى تجاره الخنازير. ومع مرور الوقت شعب الصين تقريبا كان كله مدمنين افيون، ودي كانت من اكثر الحروب في التاريخ. حرب عملتها الدول الاوروبيه بغرض نهب وسرقه ثروات بلاد تانية، بس الدنيا دواره، ومع الوقت الافيون دخل اوروبا وامريكا وبقى عندهم مدمنين كتير. حاجه زي دي طبعا هتفكرنا بفيروس كورونا اللي بدا من الصين وكان هيدمرها، بس ما عداش وقت كبير والفيروس انتشر في العالم كله، وحصلت اتهامات كبيره بين الولايات المتحده والصين على المتسبب في انتشار الفيروس ده. بس كده، ودي كانت رحله النهارده. يا رب نكون قدرنا نفيدكم باي معلومه حتى لو كانت بسيطه. استنونا في رحله جديده من الرحاله.